السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي الغاليات. اليوم جبت لكم بيتزا إيطاليا اللي كتجي غزالة بزاف، اللي كنعتمد عليها أنا دائما، كتجيني غزالة وكتعجب وليداتي والزوج ديالي وحتى العائلة ديالي اللي كيجي عندي كتعجب البيتزا ديالي. غادي نبدأ على بركة الله، نعطيكم المقادير وإلا عجبكم الفيديو كيف كنقولوا دائما شاركوا معنا في القناة ديالنا باش يوصلكم كل ما هو جديد، وخليونا التعاليق ديالكم اسفل لا فيديو. غادي نبداو على بركه الله. عندنا جوج زلايف ديال الفورس، فورس اللي هو كيكون مغربل ويكون فورس ممتاز ديال الخاص بالحلويات. عندنا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، وعندنا جوج بيكين باودر، جوج خمارات بيكين باودر، وعندنا جوج معالق كبار ديال الزبده، وعندنا الزيت البلديه حتى هي كذلك مثلا عندنا اربعه ديال المعالق. غادي نبداو على بركه الله، نعطيكم الطريقه. انا غادي نبدا البصله ديالي كطيب، على التالي ديال البصله قطعوا ليا البصله وقطعوا ليا الفلفله. غادي هاد الاثناء هادي خصنا نوجدوا العجينه ديالنا. كيف قلت لكم عندنا جوج زلايف ديال الفورس، غادي نوضع عليهم هاد جوج معالق ديال الزبده، غادي نوضعهم هكا، وغادي نوضع جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه، عفوا اربعه المعالق ديال الزيت البلديه بهذا الشكل هذا. ها هي، وضعت اربعه المعالق ديال الزيت البلديه وجوج معالق ديال الزبده. غادي نوضع ديك الخميره ديالي، وغادي نوضع بيكين باودر حتى هي الخماره، وغادي نعجنهم بالماء شويه يكون دافي. انا غادي نوضعهم في العجانه حتى تعجن لنا العجينه مزيان ونرجع معاها. من بعد البنات ها هي، من بعد ما جمعناها فهي كتجي على هذا الشكل هذا، ما كتلصق ما والو. غادي نديروها في واحد الكيس بلاستيك. شحال واحد قال لك في التعاليق مخلي ليا، قالت ليك الميكا مسمومه، الميكا مضره ما تسلقيش فيها الخضره. فهاد الميكا هذه انا كنستعملها خاصه للثلاجه، وخاصه لهاد الاستعمالات اللي انا كنستعمل كنشريها خصيصي لهادشي، وكنكب عليها واحد مقدار كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت عفوا، كاس يكون ديال العنبه زيت، وكنخليها هكا وكنصب عليها الميكا ديالنا بهاد الشكل هذا. نحاول نوزع بهاد الطريقه، وكنخليها واحد ربع ساعه ولا نص ساعه على ما كنوجدوا الحشوه ديالنا. من بعد البنات كنزولوا العجينه ديالنا من ديك الميكا، فراه كتكون شربت لينا داك الزيت، كنديوها نجيبوها في المكان ديال العمل ديالنا. غادي نقسموها على جوج، غادي نقسموها على حسب اللاطات اللي عندكم وفاش غادي تعملوها، وغادي نسرحوها مزيان، وغادي نوضعوها في اللاطه ديالنا ونرجع معكم. من بعد البنات سرحنا كنسرحوها في هاد اللاطه هادي اللي كنكونوا درنا ليها السميده ديالنا، وتناخذوا هاد القطاعه هادي ديال البيتزا وكنقطعوا لها الحواشي ديالها كلهم بهاد الطريقه هادي كيف موضح لكم في الفيديو ديالنا، وكنبدا نسرح فيها بهاد الطريقه هادي كيف ما موضح لكم في الفيديو. بهاد الطريقه كناخذ الشوكه ديالنا وكنسرح كنتقبها، كندير لها تشوكو بهاد الطريقة، وسمحوا لي على التصوير بزاف. التصوير شوية ما واضحش، كنحاول نشكها كلها بالشوكة ديالنا بهاد الطريقة هادي حتى كنكملها كاملة، عاد ندير لها لاصوص ان شاء الله في الفيديو الجاي، وان شاء الله نحط لكم لاصوص اللي كنخدم به. حتى كنكملوها كامله بهذا الشكل هذا، ها هي كلها كتبان لكم موضحه في الفيديو. هاد العجينه هادي كنحاولوا اننا نجمعوها وكنديروها في كيس بلاستيك باش تبقى لينا مزيانه. غادي ناخذ كيف قلت لكم لاصوص،
وغادي نسرحو عليها. انا كي قلت لكم راني الرحيل كله مجموع، يعني كاع الشيتات ديالي كلشي مجموع داخل كلشي. غادي نستعمل غير بالنسبه للحشو حبيباتي، فهي وهي عندنا هنا البصله، وعندنا الفلفل، وعندنا الطون، وعندنا الفرماج الاحمر. بالنسبه للبصله فهي عندنا جوج بصلات كبار مشنفين بالطول، طيبتهم مع شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال البزار، راس معلقه البزار وشويه الملحه وجوج الاوراق ديال سيدنا موسى. كتخلي انت يطيبوا مزيان حتى كطوع علينا ديك البصله، من بعد تكرمي عليها الشامبينو المعلب تيطيب مع ديك البصله. فصدقوني هاد الطريقه كتجي غزاله وريحتها كتطلع فن مع ديك ورقه سيدنا موسى. وكنزيد عليها معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا. بالنسبه للفلفل فكذلك مثال، كندير ليها نفس الطريقه اللي كندير البصله كندير الفلفله، كندير ليها راس المعلقه ديال الابزار، شويه الملح، معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا، وورقه سيدنا موسى، والزيت البلديه حتى كطيب لينا مزيان، والطوع تنزولوا دوك اوراق سيدنا موسى وكنحطوهم بهذا الشكل هذا. وهنا عندنا الطون، جوج العلب الطون ديال ايزابيل، وهنا عندنا الفرماج الاحمر، من بعد غادي نحكوه وغادي نخدمو به. هنا عندنا العجينه هيا طاعت لينا البنات، اذا غادي نخدمو بها مباشره. البنات من بعد ما دهناها بلاصوص كامله كناخذ داك الخليط ديال البصله والشامبينيو وتنوزعوها عليهم بهذا الشكل هذا. انا كنستعمل غير ايديا، يدك تتحكمي فيها احسن من المعلقه. الشكل هذا جميع الفراغات كنعمرهم بهاد خليط البصله والشامبينيو، تطلع ريحتها غزاله يا البنات. فن هاد الشيء طالع الريحه ديالو. كتقولوا لي شكون شكرت العروس؟ نقول لكم ما وخالتها الحزارات زعلا. كنهضر معاكم زعما الصراحه والله الا طلعها ريحتها غزاله. واحد لوسي كانت كيجي عندها شي حد من الطاليان وعلمها كيفاش دير لها البيتزا الطاليانيه وورتها ليا، ودائما بديت كنعتمد عليها وكنخدمها. وبنتي من النوع اللي كتحماق على البيتزا، كتسطى على البيتزا عرفتي ضروري خصني مره في الاسبوع ندير ليها البيتزا ديالنا. وحتى هو كنوزعو عليه بهذا الشكل، وكنديرو الزيتون. انا الزيتون ما بقاش ليا، عاد صيفطت ولدي يجيب الزيتون، فالزيتون كنخليه اخر مرحله عاد تندير الزيتون. المرحله راه كتكون حتى هي بالفرماج الاحمر حتى هو تنحكوه. هيا كتجي على هذا الشكل هذا كيف موضح لكم في الفيديو. غنغسل ايديا وغنرجع معكم باش نوضح لكم الصوره اكثر. نقرب لكم نوضح لكم الصوره. هيا كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد البنات غادي ندخلوها الفرن حتى طيب لينا، وعاد نخرجوها وغادي نرمي فوق منها الزيتون الكحل والفرماج محكوك او الفرماج مبشور. هيا البنات من بعد ما خرجناها من الفرن كتجي على هذا الشكل هذا. هيا صدقوني البنات راه كتجي غزاله بزاف. ها كيفاش كتجي؟ حنا ما كنبغيوهاش تكون غليظه، فتنديروها شويه تكون غير رقيقه. الى عجبكم لا فيديو كيف كنقولوا دائما، ديروا لنا جيم، شاركوا معنا في القناه ديالنا باش يوصلكم كل ما هو جديد. كنبغيكم